صباح الخير لكل المشاهدين. ان شاء الله كل الايفنتس اللي حكينا عنهم بالاوبننج اليوم بالانترودكشن تبعت البير زميلي البير العزيز يكون اكيد عم نعملهم بباشن، ان كان عم نعمل هلا الرياضه او اليوم خميس الزكاره او كل هالامور يلي جاي او حتى فالنتاين، كل هالامور مهمه لنا. بنعرف نحن شغله بكثير محلات، بنشغل كثير عقلنا، بس بالاماكن الثانيه انا دائما بدعيكم يكون في محل للقلب دائما بكل شيء بنعمله. القلب لما نحكي قلب بنحكي باشن، ولما نحكي باشن على كل ديتيل بحياتنا هذه شغله مهمه جدا لنقدر نكمل بالطريقه يلي نحن بنتمناها، واكيد نحن دائما بنتمنى نكون ذا بيست اوف ذا بيست. اليوم رح اشتغل على عضلات البايسبس وعلى عضلات الترايسبس. بدي نوه بالايتم يلي حكي عنه اليوم فادي اللي هو الكور بورد، وقديش مهم ادخال الفانكشنال اذا بدكم او اذا بدكم الادوات الرياضيه اللي بتعنى بالرياضه للفانكشنال موفمنتس اللي بنعملهم بالنهار. يعني بدي اذكر لما نحكي كور بورد عم نحاكي بكثير محلات منطقه الوسط والكور اريا والكور ماسل تبعولنا، وقديش مهمين هيدول. بركي لما كنا نحكي سبعينات او ثمانينات او حتى تسعينات ما كانوا يولوا اهميه كثير كبيره بعالم التدريب للكور اريا. هلا يلي عم يسمعني وبيعرف عن شو عم بحكي بيعرف قديش منطقه الوسط بالجسم هي الضمانه اذا بدكم ليكون عندنا بوستشر صحيح، لنأدي الحركات بطريقه مضبوطه اكثر، لنحمي حالنا من اي اصابه، لنقدر نأدي مش بس حركات رياضيه، تنكون الفانكشنال موفمنتس او الوظائف الحركيه اللي نحن بنعملهم بالنهار من كل شيء بنعمله لما نقعد لما نوقف لما نطلع الدرج يكون هيدول سكيورد اكثر وفيهم اذا بدكم ضمانه اكثر عبر تقويه عضلات الكور اريا. رح اشتغل اليوم شويه بلانكس للي بده شويه بلانكس موفمنتس، بس اكيد كمان مثل ما قلت رح كون المين سبجكت تبعنا بايسبس اند ترايسبس. قوموا على الكاوتش اند ليتس دو ات. رح بلش بإيد وحدة أول شيء من هون. Let's go very simple بس very effective. Very simple بس very effective. إيه واقف أنا على bounce board بإيد وحدة مع rotation. One arm، اثنين، معدي مشدودة، ثلاثة، أربعة، خمسة. تكون أنا قدام المراية دغري رح روح لهون. استعمال المراية دائما قدامنا كثير مهم كرمال نقدر نشوف حالنا كيف عم نشتغل ووضعية جسمنا كيفية أثناء تأدية الحركة. كمان خمس مرات، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. سويتش يعني get fit MTV alive. الكرو كله هون بالرجي وفوق كمان good music. شو بدي أكثر من هيك؟ Let's go more. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I go for 2 more. 1 and 2 and 2. Switch. نروح على بركي plank position very easy على إيدينا من هون straight. Squeeze your abs, مظبوط. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Up. 1, 2, 3, 4 and 5. I go down. Up. 1, 2, 3, 4 and 5. Slowly up. حركة للترايسبس. شوي شوي من هون. عم بتهدى بالبنش بس it could be anything غير البنش. فيها تكون كرسي، فيها تكون حافة، فيها تكون درجة عالية، ما بعرف شو هي، بس جربوا قد ما فيكم، اعرفوا يكون عندكم awareness ليش انا عم بهدي حالي، عم بعمل support and stability للأبر بارت تبعي. يعني بدل ما اكون عم بأدي الحركة وما في ناس منكم مش قادرين يهدوا الأبر بارت تبعهم، بهدي حالي، شوفوا وضعية اجري، بشد المعدة، بعلي كوعي and I go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 and 10. Switch. لهون نفس الوضعية up لفوق. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
وعشرة. Perfect. I go back. لا. Biceps. من هون. على الباونس بورد دايما. Slowly. Hammer curl. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. And I go for one more ten. سرعة معتدلة. اثنين. معدة مجنودة. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. وعشرة. بيرفكت. أهم شيء غير إنه تعملوا الحركة بطريقة صحيحة 100%، أهم من هيك في عندكم إرادة كتير واضحة. كونوا أكيدين، بدي أكد لكم، ويلي بقلكم غير هيك ما بكونوا بيعرف شو عم بيحكي. الاتصال المباشر بين الفكر تبعكم والجسم تبعكم، هالاتحاد الوثيق بيناتهم أثناء الحصة الرياضية هو إنيشل للتقدم تبعكم. ما فينا نكون فيزيكلي عم نتمرن ونكون منتلي بمحل تاني، ما فينا منتلي نكون هون وفيزيكلي نحن عم نشتغل غير شيء. سو هالكومبينيشن از فيري كلير بعالم الرياضه وبعالم اللياقه البدنيه، هذا الشيء لازم توعوا له. مشان هيك انا كثير بدعي، وهدول مشاهدات انا بشوفهم كل يوم بالكلاس السبعولي، بالبيرسونال تريننج تبعي، بكل شيء بعمله انا، شوف قديش نحن وي كان بي ايزلي اتراكتد. مشان هيك برجع على الكليب يلي عم بيحكوا عنه كانوا زملائي الي والبير، قديش نحن كلبنانيين ممكن نكون تيكن اواي، منتاخد من الاشياء المهمه بحياتنا لنروح نشوف مثلا زيزي عم تاكل موز بالوقت اللي لازم نركز على اشياء اهم، which is a great idea by the way. نفس الشيء بعالم التدريب، ممكن اي واتساب يجينا، اي نوتيفيكيشن على فيسبوك تاخذنا من الحصه الرياضيه، ايزلي اتراكتد نحن بنكون لشيء ثاني، وهذا الشيء اللي بدعيكم ما تعملوه، بدعيكم تكونوا لما تكونوا عم تعملوا رياضه، تعملوا رياضه الا دائما مثل ما بقول للكلاينتس تبعولي، الا اذا اجاكم مسج مثلا انه الصاروخ اللي طالع على القمر طالع بعد 3 دقائق يو غانا ميس يور فلايت، هون فيكم تتركوا وتروحوا لانه اكثر من هيك شيء امبورتنت ما في مثلا. فمشان هيك بدعيكم دائما للتركيز والتركيز والتركيز. اب كمان بهاند ستاند، ولكن ايدي بالابر بادي على باونس بورد واجري على فتنس بول. Let me count it for you. واحد اثنين. الراس مش لفوق، الفاس مش لفوق، الظهر مش لتحت، جالس، راسي جالس، أنا وياكم 10 تايمز. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وعشرة. سويتش لتحت، رح نام ب سوباين بسوباين بوزيشن هلا كرمال اشتغل حركة للترايسبس. هيدا اللي عم بقوله، قديش بدنا نتقدم بالتدريب، قديش بدنا نكون عم ناخذ نتائج اللي بدنا اياها بلونج تيرم، لازم نكون كوميتد لما نرجع على التدريب ننسى كل شيء حوالينا. على ظهرنا، اب لفوق، اب داون اند اب داون اند اب مور اب داون اب كمان. كوعي جالس قد ما فيي كمان كمان مور اند مور. بنتبه على وجهي 10 مور كمان كمان. That's 4 5 6 7 8 9 and 10. شوي شوي على مهله، دمبلز على جنب، رح روح على سيتد بوزيشن. لو كانت الفقره تبعيتنا بس بتحكي عن انه نعمل رياضه وانتم تتفرجوا علي وتقعدوا تعملوا مثلي تتفرجوا كان بلكي كثير هين. اتس نوت ماي ايم، اتس نوت ذا ايم اوف ام تي في، مش هيدا هدفنا، هدفنا نخلق اويرنس، معرفه متوازيه مع الحركات الرياضيه اللي بنعطيكم اياها. انتم لازم تعرفوا عم تعملوا هالحركه لانه هيدي بتحاكي هيدي العضله وبنعملها بهالطريقه. هذا الكومبينيشن مع اكيد الاشياء والانسبريشن اللي بنجرب دائما نعطيكم اياها، هيدا رح يخلق عامل الفرق.
الهدف ممكن ينقسم لقسمين عندكم، بركي بدكم تكونوا ناس على كومبتيتيف ادج كثير عاليه، بركي تروحوا بالرياضه للاخر، وبركي انتم ناس بدكم بس تتمرنوا لتحركوا جسمكم وتحسوا حالكم منيح on a daily basis. بهالحالتين الانسر اكيد بتلاقوه هون. برجع بقول انا قريبا كثير رح يصير لنا 6 سنين على الهوا سوا، للناس اللي بلشوا يتابعوني من الاول بيعرفوا قديش تقدموا، قديش انا كمان تقدمت بهالانتر اكشن اللي عم نعمله. That's why لازم دائما نحافظ على هذا الشيء ونعمل له بوست كل مره، ونعمل له بوست كل مره. هون سيتد اب اند داون مع روتيشن، 2 3 4 5 6 7 9 10 10 more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. بروح هلا لهون بثبت 90 درجة مثل ما شايفينها، بحرك ايدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بيرفكت. اب رح ارجع لبلانك، كثير مثل الحركة اللي عملتها قبل، ولكن رح كون عم بعملها على اجر وحده كمان هاند ستاند. برجع بذكر في تو فيتشرز عم بشتغل عليهم، اذا ما عندكم هالادوات اتس اوكي اعملوها على الارض بنفس الطريقه بنفس وضعيه الجسم اللي عم بعملها، ولكن هون سطح غير مستوي ومتحرك اوكي بيعطيني هيدا الفيلينج انه لازم انا ثبت قد ما في وشد الكور تبعي لحافظ على البوستشر تبعيتي. هون سطح مستوي ولكن متحرك الى نوعا ما، لانه هيدا باونس عنده باونسينج افكت، مشان هيك اليوم الجسم تبعي ما عنده ستابيليتي بالادوات اللي عم بستعملها. عم جرب اخلق له هالستابيليتي باني بكل بساطه شد عضلات المعده، شد ركابي، اعمل اكستنشن فول اكستنشن بركابي لخلي كل العضلات الاماميه تشتغل وتثبتني فوق. رح اعمله هلا، رح اطلع فيرست على الاجرتين سلولي، دائما اذا كان عندكم هالادوات اعملوهم بتأني، and then رح اطلع على اجر وحده رح ثبت وعد للعشره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و10. معده دائما مشدوده، شوي شوي بنزل لتحت، بدل عندي حركه وحده اخيره رح اعملها للترايسبس تقريبا كمان مثل الحركه اللي عملتها اول مره، ولكن الايدتين سوا مع روتيشن بينزلوا 10 مرات، 2 3 4. راسي دائما على البنش او على الستيب، ذات 6 7. كواعي ثابتين قد ما في، 8 9 and 10 and 10. بيرفكت على مهلي. أكيد فكرتي تخلص بمحل معين، ولكن بتكمل بالنهار الثاني. هيدي إذا بدكم الكونتينيوتي اللي عنا إياها أساسية للتقدم تبعنا كلنا. تذكروا دايما قوموا على الكاوتش، let's do it, you can do it. شوفكم بكرة بنفس الوقت. Until tomorrow, you know what to do, get fit and stay fit.